نتواجد امام قرب من البرنس زنقة الامير مولاي عبد الله مدينة الدار البيضاء. مشاهدينا الكرام كما كتشوفوا تم المنع هذا الوقفة ضد جواز التلقيح في مدينة الدار البيضاء. انتم على المباشر مشاهدينا الكرام كما كتشوفوا الاجواء كما كتشوفوا معنا مباشرة في مدينة الدار البيضاء بالضبط. Thank you.
كما كتشوفوا معنا تداخل امني اليوم كبير باش ما تكونش هاد الوقفه الاحتجاجيه، تم منعها بجميع الوسائل كما قلنا السلميه، تم منع هاد الوقفه الاحتجاجيه التي تعلق تم منع اليوم هاد الوقفه الداعيه الى الغاء جواز الترقية في مدينة الدار البيضاء كما كتشوفوا معنا على المباشر تدخل أمني ونقدروا نقولوا أنه كان تدخل اليوم لمنع هذه الوقفة. أرجاء زكريا زكريا اليوم كانت الاعتقالات كما كتشاهدوا معنا على المباشر مشاهدينا الكرام. صور لي وجهه كيقول لي صور لي ديروا لايك. كاين اعتقالات شاهدوا معنا حضور كما قلنا سابقا امني مكثف امني كبير يلا 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 يلا
أخطأ سودرس كما كنشاهدوا معنا اليوم تم المنع ديال هاد الوقفه الاحتجاجيه، وكانت بعض الاعتقالات اللي ما التزموش كما كنشوفوا معنا اليوم على عكس ايام سابقه. اليوم كاين اعتقالات، كاين المنع اللي كما كتشوف معنا على المباشر. سير اذا كنتم معنا المباشره على قناتكم قناه طريز بالعربي لهذه الوقفه اليوم اللي تم المنع ديالها، وكانت اعتقالات تدخلات كانت سلميه، ولكن منعت هذه الوقفه بطرق كما شفتوها انتم معنا على المباشر، طرق سلميه، تدخل كان ديال رجال الامن ورجال القوات المساعده. كنتم معنا على المباشر، نلتقي في مباشر اخر دائما على قناتكم قناه طريز بالعربي. الى اللقاء وشكرا لكم على حسن المتابعه، نلتقي في مباشر اخر دائما على قناتكم قناه طريز بالعربي. ها؟
عبير الله عبير الله عبير الله عبير مكان عمومي هذا، مكان عمومي، مكان عمومي، ما مشيناش لدارك. حيد الشريفة من خدمة. ما مشيناش لدارك الشريفية. حيدي من المكان الحدث وسيري. وحيدي من خدمة. تيجيش المشاكل. تيجي ديري المشاكل سيري في حالات. هو صاري سيري في حالات. سيري في حالات. وليتي تنتي تنتي سيري في حالات. رايدين. كم 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 كم. صافي صافي ما تهضرش معايا. اجل هنا علاش ما بغاش تركب هذه؟ إلى هنا نستودعكم الله في مباشر آخر دائما على قناتكم قناة الرئيس بالعربي. مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء في مباشر آخر. كنتم معنا مع الوقفة اللي كانت مبرمجة باش تكون اليوم في ساحة المارشال، لكن تم المنع ديالها وتم التفرقة ديالها. مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء المباشر دائما على قناتكم قناة الرئيس بالعربي. إلى اللقاء.